أربع حقائق عن طائر النس. هناك أكثر من 60 نوعا من النسور في العالم، ومعظمها يوجد في أوراسيا وإفريقيا. أصغر نوع هو النسر الصغير، وأكبر نوع هو نسر ستيلر البحري. النسور لها بصر ممتاز، ويمكنها رؤية فريستها من مسافة تصل إلى 3 كيلو مترا. عيون النسور كبيرة وتشغل نصف رأسها تقريبا، كما أن لديها خلايا ضوئية أكثر من البشر، مما يمكنها من رؤية المزيد من الألوان والأشعة فوق البنفسجية. النسور تتغذى على أنواع مختلفة من الحيوانات حسب نوعها والغذاء المتوفر لها. بعض الأنواع تتخصص في اصطياد الثعابين أو السحالي، وبعضها يطارد القرود أو الكسلان، وبعضها يصطاد الأسماك أو الطيور. بعض أنواع النسور تستطيع حمل فرائس تزن ضعف وزنها. بعض أنواع النسور تستطيع التحليق لمدة ساعات دون ضرب جناحيها. تستخدم هذه الأنواع التيارات الهوائية المتصاعدة للارتفاع في الجو، ثم تستخدم التيارات المائلة للانجراف عبر المسافات.